شبابي كيفكم؟ بفيديو اليوم حبيت اني اعمل فكرة اللي زمان عم حاول اني اعملها واللي هي اني جرب اكلات التيك توك او فعليا خليهم يتحكموا بيومي، يعني يوم كامل ما اكل شيء غير الاكلات اللي بتطلع لي على التيك توك. انا الفور يو بيج تبعي عبارة عن اكل صراحة، يعني بضلني بحضر فيديوهات كلهم اكل وشرب وهيك، بس كتير بكسل اني اعملهم. فكونه رح اعمل فيديو كامل عم بعمل فيه الاكلات رح اضطر انه اطبخهم يعني سويا، فما في مجال للكسل هون. لهيك رح امسك موبايلي افتح التيك توك وشوف كل شي فيديوهات طبخ رح تطلع لي ورح اعملهم سيف ورح اقسمهم على اليوم، يعني مثلا الفطور رح احط له شي، الغدا رح احط له شي، والعشاء نفس الشي. بس الفكرة انه ما رح اكون محضرتهم من قبل، يعني هلا رح افتح وشوف شو الفيديوهات اللي بتطلع لي، اعمل سيف لاول اشياء بتطلع ومنشوف كيف بدنا نقسمهم. فخلونا نفتح التيك توك. طلع لي فيديو واخيرا، كثير بطيء عم يطلعوا لي. بالعاده الفور يو بيج تبعي كله عباره عن اكل، سبحان الله سبحان الله. واحد تاني واخيرا. اوكي بعد عناء طويل طلعت كم من فيديو تقريبا، خلينا نشوف قديش. استنوا اوكي، 3 اكل رح نقسمهم، واحدة فطور واحدة غدا واحدة عشاء. سو هلا خلونا ننتقل للمطبخ. الساعة هلا 12، فانه بدي اعمل فطور او شيء اكله. ما توقع في حدا بيفطر على 12، بس انا بفيق متاخر، فخلونا نروح نعمل فطور. وأكلة الفطور يلي حبيت اني اعمله واللي هي اكلة كتير منتشة على التيك توك اخر فترة، وانا صراحة ما جربتها وقت اللي انتشت مع انه الكل كان عم يعمله، بس حسيت انه مستحيل انه تزبط. هاي فرصة نشوف اذا عن جد حتزبط او لا. فهلا خلونا نروح على المطبخ. اوكي هلا اول شيء بدنا نعمله هو انه نحضر المكونات لاول وصفه عندنا لليوم. اول شيء عندنا بنحتاج اتوقع لبيض، خس، بندوره، ومرتديلا او تركي. فجبت هون في مقلايه، وهلا خلونا نطلع الاشياء من البيضات. اوكي اول شيء راح احط شويه زبده على المقلايه، ضفت البيض، هلا راح احط التوست. اتوقع فورا لازم اني اقلبه بشي طريقه. نوعا ما الشكل ماشي حاله. اوكي هلا حاطين اني رش من هذا الشيء اللي ما بعرف شو اسمه، بس لما سالت ماما اعطتني هاد فحرش منه. حضيف شريحه تركي، وعندنا هاي الخسه، وهي عندنا البندوره، هاي رح احط الجبنه. وهلا يعني مبدئيا اتوقع شكله مو بالضبط مثل ما الشكل اللي هن عملوه، بس لحد الان ماشي حاله، يعني اتوقع المهم الطعم، المهم انه يكون شيء طيب. اوكي حقصه مثل ما هو قصه ونشوف النتيجه. يعني صراحه شكله حلو، شكله ظابط. هلا خلونا نشوف هاي التحفه الفنيه اللي عملتها. ان شاء الله تكون طيبه. شوفوا صراحه مو سيئة، سندويشة عادية، بس برأيي كتير غلبة لسندويشة، يعني لساعة عم حاول اني اعملها وما طلعت كتير ظابطة، فانا ما بظن تستاهل الوقت. بس انه طيبة ما فيها شيء. عن جد طيبة. اوكي اذا هلا صار وقت الغداء، فبدنا نروح على المطبخ نعمل المعكرونه، لانه حسيت المعكرونه اكثر شيء مناسب للغداء وشكلها كثير طيبه. بتقدر انه طيبه، كل شيء فيه معكرونه طيب. المهم خلونا نروح على المطبخ هلا نعمل الوصفه. I've been wanting to make Gigi Hadid's vodka pasta recipe for a while now, but obviously without the vodka, so this is how you do it. Chop up one medium sized onion and a handful of garlic. Boil some water and cook your pasta. Once your pasta is done cooking, go ahead and take some of the pasta water out and set that to the side. In a pan, add some olive oil and saute your onions and garlic. Here I'm adding 2 cans of tomato paste and sauteing that for about 5 minutes. After that, go ahead and add in some heavy cream. I added in about 1.5 cups and I mixed that in. Now as the replacement for the vodka, I use 1 tablespoon of lemon juice. Added in some crushed red pepper, 1/2 stick of butter, salt and pepper to season. Turned off the heat and added in some Parmesan cheese and a little bit of the pasta water that we saved. Added in my pasta and that's pretty much it. I topped it with some dry basil because I didn't have any fresh. Some crushed red pepper flakes and there you go.
I also tripled the recipe because I have a big family, so keep that in mind. اوكي هلا اول شيء رح اعمله هو اني رح احط شويه معكرونه ورح اتركهم هلا انه يستووا لبنات ما نبلش نحضر الاشياء الثانيه اللي بدنا نستعملها. فهلا اول شيء لازم نعمله هو انه اترم الثوم والبصل. الخطوه اللي بعدها اللي هي انه نحط زيت زيتون. ما بعرف قد لازم احطه، اتوقع هيك منيح. اوكي هلا حضيت البصل والثوم. هلا رح احط تقريبا معلقه رب البندوره. عم يطفش. حبيت شوية كريمة. مبدئيا حرقت ايدي. بدي اضيف الليمون. هلا رح اضيف هذا الفلفل الاحمر، الزبدة، ملح وفلفل اسود. ونضيف الجبنة. ححرك شوي لبنات ما الجبنة تدوب. اخر خطوة اللي هي انه نضيف المعكرونة. شوفوا ما احلى شكل اللقمة صراحة، شكلها كتير بشهي. انا من عشاق المعكرونة، المعكرونة والبطاطا. الحمد لله اليوم في من الاثنين. كثير طيبة صراحة، عن جد بتجنن. هاي متأكدة اني رح ارجع اعملها. هلا اجى وقت العصرونية، لهيك بدي اعمل شيء خفيف، واخف الشيء طلع لي اليوم اللي هو عصير المانجا والبرتقال والموز، فرح نروح نعمله. رح احط لكم الفيديو اول شيء تشوفوه. وهلا خلونا نقوم على المطبخ نعمله. هلا جبت برتقان، مانجا وموز وراح نقطعهم على السريع. اول شيء راح احط البرتقان، بعد هيك راح احط الموزه، واخر شيء حنضيف المانجا. والوصفه بتقول نص معلقه صغيره كركم، واخر مكون واللي هو نص كاسه مي. نخلط العصير. هلا بدنا ندوق التحفة هاي. على فكرة كثير طيب، بس يمكن كان لازم الفواكه تكون باردة، يعني حاططها بالبراد او شيء. النكهة طيبة بس لازم يكون بارد العصير، والا غير هيك عن جد كثير طيب. واستغربت انه طعمة الكركم مو واضحة، بس عن جد بجنن. هلا اجى وقت اخر وصفة لليوم واللي هي وصفة العشاء، وبصراحة هاي اكثر وصفه متحمسه لها لانه فيها شغله انا كثير بحبها واللي هي البطاطا، والبطاطا اكثر شيء بحبه بالحياه، فكونه هاي الاكله فيها بطاطا اكيد رح تكون كثير طيبه، وعلى الاغلب رح تكون اكثر وحده حبيتها من اليوم كلياته. فهلا خلينا نقوم نعمل الوصفه الملكيه لليوم. The best way to roast your potatoes. Use small potatoes and boil until fork tender. Drain off the water and put them in a big bowl. We're gonna start with a generous amount of olive oil. You're gonna do salt, pepper. We're gonna go onion powder, garlic powder, crushed red pepper, fresh basil, fresh thyme. Get that all mixed together and dump it out on a lined baking sheet. Spread them out, give them a little room on every side, and then use a glass to smash them about a half inch thick. And then throw them in a 425 degree oven for about 30 minutes, but you're gonna wanna flip them halfway through. And you're going to end up with a soft interior, crispy exterior, the best roasted potatoes you've ever had. Okay, so لهاي الوصفة رح نحتاج لبطاطا صغيرة، وهلا رح احطها تنسلق، وبعد هيك بدنا نشوف الخطوات الثانية. بس لبنات ما تنسلق البطاطا رح احضر كل شيء، مقادير او اشياء رح نحتاجها. فهلا خلوني اسلقهم. هلا انسلقوا البطاطيات على الاخر وهيك صار شكلهم مبدئيا. فهلا رح صفيهم من المي، وبعدها بدنا ننتقل للتتبيل. اول شيء بالوصفة عنا هو انه نحط زيت الزيتون، وحنحط فلفل اسود، بودرة ثوم، بعد هيك ححط شوية بودرة بصل وشوية بابريكا، شوي فلفل احمر، شوي اوريجانو، اخر شيء رح اضيف شوية شبت،
وهلا حنحركهم. هو حركهم هيك بهي الطريقه فما بعرف شلون المفروض، بس يعني هلا جبت صينيه وحطيت عليها ورق الزبده، هلا حنضيف البطاطا. هلا بالفيديو هيك عمل بالكاسه. وهلا رح احطهم بالفرن. بعد ربع ساعه طلعت البطاطا وهلا رح اقلبهم. هلا بدي رجعهم على الفرن لمده كمان ربع ساعه، وهاي عنا النتيجه النهائيه. شكلهم بشهي، خلوني ذوقهم. جبت البطاطا كثير سخنه هلا طالعه من الفرن. واو، عن جد واو، ما بتتخيلوا قد ايه طيبه، وابدا ما توقعت هيك يكون طعمتها. هاي البطاطا وجبتي المفضلة من اليوم وطالع، ما رح اعمل شي غير هاي الاكلة. صراحة بعطيها 10 من 10 لانه عن جد بتجنن. من الصبح لهلا هاد هو اطيب شي عملته، والحمد لله تركته هيك للاخر مشان هلا اتمزمز بالبطاطا. اذا حبايبي هيك خلص يومي كامل وعملت كل شي اكلات طلعوا لي، وصراحة احلى يوم بمر علي بحياتي لانه اكلت فيه اكلات انا متاكده 100% انه لولا هذا الفيديو مستحيل كنت جرب اني اعملهم. مبسوطه كثير، وان شاء الله تكونوا انتم كمان انبسطتوا لما شفتوا الفيديو. فبس اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا له لايك، اشتركوا بالقناه، واكيد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمي رح تكون على الشاشه. وبس بحبكم كثير كثير، باي.